اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كيف يعذب الله عز وجل العاق لوالديه في الدنيا والآخرة؟ أوصانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في هذه الوصية المباركة يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، ويبين أنه يعد نوعا من أنواع الجهاد. ولذلك حذرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين ونكران جميلهما وجحود فضلهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجعل رب العالمين سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد أمره بتوحيده سبحانه مباشرة ليشعرنا بعظم حق الوالدين وخطر هذا الأمر. فيجب على الأبناء الحرص على بر آبائهم وأمهاتهم أحياء كانوا أو أمواتا. ولذا توعد الله عز وجل من عق والديه بعدة عقوبات تجعل من كان له عقل أو قلب يتفكر ألف مرة قبل أن يعق أحد والديه، قبل أن يناله العذاب في الدنيا والآخرة بسبب عقوق الوالدين. من هذه العقوبات أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يدخل الجنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وكذلك من هذه العقوبات التي توعد الله عز وجل بها العاق لوالديه أن الله تعالى لا يقبل منه عملا صالحا، وهذا من شؤم عمله السيء وعقوقه لوالديه والعياذ بالله تعالى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بقدر. كذلك من شؤم عقوق الوالدين أنه من الذنوب التي يعجل الله تعالى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، فمن عق والديه ينتظر الرد على هذا الذنب القبيح في الدنيا قبل الآخرة. وعقوق الوالدين ليس بالذنب الهين أو البسيط كما يظنه بعض الناس، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر وأقبحها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا ريب أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة: ليته سكت. فإيذاء الوالدين وعدم الإحسان إليهما سواء في القول أو الفعل، بسبهما أو لعنهما أو إيذائهما بالكلام السيء، من أقبح العقوق. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ استنكروا هذا، لأنه مستنكر شرعا وعقلا وفطرة. وهل يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني الذي يسب الناس يسبون والديه، إذا سب الناس سب والديهم فهم يسبون والديه، فصار سابا لوالديه لأنه تسبب في سب والديه. وفي معنى ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تكونوا سببا في سب الله تبارك وتعالى بأن تسبوا آلهة المشركين الكافرين فيسبوا الله تبارك وتعالى وهم جاهلون بقدر الله عز وجل. كذلك من العقوبات أن عقوق الوالدين سبب للذل والخزي. ما
من عق والديه يجعل نفسه أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي، وإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب ولا شك في ذلك. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين أمن على دعاء جبريل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة أو لم يدخلاه الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، أي لصق أنفه بالرغام، وهو التراب المختلط بالرمل، والمراد به الذل والخزي والعار، وكررها صلى الله عليه وسلم 3 زيادة في التنفير والزجر. فسئل: من هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، وذلك بسبب عقوقهما. فبر الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخولها واستحق سوء العاقبة. وخصت حالة الكبر بالذكر، مع أن بر الوالدين ينبغي المحافظة عليه في كل وقت وفي كل حال، لأنه أحوج الأوقات إلى حقوقهما لشدة احتياجهما إلى البر والخدمة في تلك الحال. ولذلك وجب على الأبناء أن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم، فإن رضاهما من رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالدين. كما أن بر الوالدين سبب للوصول إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل، كما جاء عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: لما تعجل موسى ربه رأى رجلا تحت العرش فغبطه بمكان، فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره، وقال: لكني أحدثك عن عمله بثلاث خصال: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان حارثة رضي الله عنه أبر الناس بأمه، فانظر كيف بلغ بر حارثة بن النعمان رضي الله عنه بأمه إلى الجنة، وما ذاك إلا بسبب بره بأمه. وما أعظم الله عز وجل للبارين بآبائهم وأمهاتهم من منازل الجنة. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على برهم، واجبر يا ربنا ضعفنا وتقصيرنا وكسرنا، وتجاوز عنا وعنهم، واغفر لنا ولهم، واعف عنا وعنهم، وارحمنا وإياهم، واجمعنا بهم يا ربنا في الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام، لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.